بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. إن كدح الإنسان في الحياة أمر لا يتوقف، فالناس تسعى في طلب المعاش بالليل والنهار، وتفني هذا الجسد الممشوق في طلب الرزق والتماس الغنى، ومن أجل هذا يصعد الإنسان في الحياة ويهبط ويخوض في معترك الحياة معارك البقاء أو الفناء، ولربما تطلب ذلك أن يهجر الأوطان ويفارق الأحباب والخلة، وفجأة يتوقف ليس تعبا وإنما لأن جسمه النشيط أقعدته الأمراض ليشتغل مصنع بأكمله من الخلايا وكريات الدم المدافعة للمرض الداهم ومحاصرة بقاع تأثيره، فلعله يقوم لمواصلة الحياة. سبحان الله، تتوقف الحركة الداخلية الخارجية وتشتغل في البنية حركة أخرى، فما الحركة التي يؤمر بها من كان يعايشهم ويعيش في أوساطهم؟ كيف يوفر له جو السلوان والأنس؟ وما هي الرسالة العاجلة التي يطالبون بإرسالها إلى صاحبهم حتى يتجدد الأمل لديه ويعاود الحياة؟ وإذا كانت حكمة الخلق في الإنسان اقتضت أن يستخدم كل ذرة في جسمه لتحقيق معنى الاستخلاف، فما هي الآداب الإسلامية في التعامل معه أثناء المرض زيارة وتذكيرا حتى يتناسق النظام؟ وهل غيابها عن ثقافة المسلم أضر كثيرا بهذه المسيرة؟ وبعض الجهل ما قتل. موضوع حلقة اليوم أحكام وآداب زيارة المريض، نبسطه على مائدة سماحة الشيخ العلامة الفذ الجليل أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. فنرجو منكم التواصل عبر الأرقام التي ترونها ظاهرة على الشاشة بين الحين والآخر، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، كثيرا ما يفسر المرض تفسيرا ماديا، وتشتغل من أجل تحليله دوائر طبية، حتى استقر لدى الناس أنه لا يوجد مرض إلا بسبب، وهذا أمر طبيعي والإسلام دعا إليه أصلا. ولكن يبقى السؤال، سؤال الإيمان، هل للمرض تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعبده؟ هل هناك سؤال حاضر عن سبب القعود في علاقة الإنسان بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى خير، والإنسان تتعاقب عليه أحوال جمة، فهو يتذبذب بين الصحة والمرض، وبين العافية والبلاء، وبين الرخاء والشدة، وبين اليسر والأسر، وبين الرقي والانحطاط، وبين القوة والضعف. بل الإنسان يتطور في هذه الحياة من ضعف بالغ إلى قوة نامية، ثم يأخذ في الانحدار شيئا فشيئا بعدما تتكامل قوة حتى يعود كما كان في الضعف. فالله تعالى هو يقول: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذا كله لحكمة بالغة، فإن من طبيعة الإنسان أن تطغى المؤثرات التي ترتفع به في هذه الحياة. فعندما يكون قوي الجسم، صحيح البنية، ذا يسر، قادرا على التصرف في مطالبه وحاجاته، تتيسر له الأمور من حوله، لا ريب أنه في هذه الحالة ينسى الدار الآخرة، ويكون ركونه إلى هذه الحياة الدنيا، وهذه هي الكارثة العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى حذر من الركون إلى الدنيا وإيثارها على الدار الآخرة في آيات شتى، كما في قوله عز من قائل: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الصفر
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا كان الخير الذي ينساق إليه الإنسان، الذي ينساق إلى الإنسان في هذه الدنيا، والنعيم الذي يتراسل إليه، والراحة التي يتبتع بها مما ينسيه الدار الآخرة، فلا ريب أن كل ما يصيبه من شدة، ويصيبه من ضعف، ويصيبه من مرض، ويصيبه من عسر، إنما هو تذكير له ليتعلق بالدار الآخرة، الدار الآخرة التي لا يهدد شيء منها بنقيضه. فلا حياتها تهدد بموت، ولا صحتها تهدد بسقم، ولا يسرها يهدد بعسر، ولا غناها يهدد بفقر، ولا قوتها تهدد بضعف، ولا راحتها تهدد بتعب. وهكذا إنما الدار الآخرة هي دار الراحة، دار النعيم. فالإنسان وهو يتقلب في هذه الحياة الدنيا بين أحوال متناقضة، كل من ذلك يذكره بالدار الآخرة. ثم الإنسان قد يؤتى من قبل عمله، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. على هذا على الإنسان أن يستذكر عندما يمرض، أو عندما يفتقر، أو عندما تمر به شدة، أو عندما ينقلب من قوة إلى ضعف، فإن كل ذلك مما يذكره بما يجب أن يقوم به من الحق لله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان توابا أوابا. فإن الله سبحانه وعد مغفرته للأوابين عندما قال: إنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا ففي كل من هذا خير، وإنما على الإنسان أن يستغل هذا الخير برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون كما تفضلتم في المرض تذكير للإنسان بتقصيره فيما بينه وبين ربه، أو تنبيه له من غفلته حتى يستيقظ ويعود ويعلم ضعفه ويعلم افتقاره إلى الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وأن كل ما يأتيه من قبل الله سبحانه وتعالى من خير، وليعلم مقدار نعمة الله تعالى عليه. فإن الذي يعيش في النعيم دائما لا يعرف مقدار هذه النعمة. أما من كابد لأواء البؤس وشدة التعب، فإنه يعرف مقدار قيمة الراحة ومقدار قيمة النعيم. وكذلك الذي يمرض يعرف قيمة الصحة، فإن الصحة كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. طيب سمح الشيخ، هذا فيما يتعلق بالتقصير وذنب العبد، لكن وردت هناك بعض الآثار تشير إلى أن الذي لا يمرض ليس مؤمنا حقا أو ليس مذكورا، ما مدى توافق هذه الأخبار والآثار مع ما يؤمر به المسلم من ضرورة استصحاب الصحة والمحافظة عليها؟ نعم، المسلم يؤمر أن لا يضر بنفسه، ولكن هذا لا يعني أن المسلم لا يصاب بالأمراض. فكل من كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان أشد بلاء، فأشد بلاء الأنبياء والرسل، ثم الذين يلونهم في الفضل، وهكذا. ونحن نجد أيضا أن الذي لا يمرض لا يذكر الدار الآخرة، لا يعرف قيمة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لذلك كان أقرب إلى نسيان ربه سبحانه وتعالى، نسيان الدار الآخرة. ومن هنا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة ونعت له بنعوت شتى نعتها أبوها،
وكان مما نعتها به أنها لم ترض، لم تمرض قط، فأباها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها لنفسه. لأن المرض فيه، لأن المرض فيه تذكير للإنسان بربه سبحانه وتعالى ورد له إلى جادة الحق. طيب ندخل الآن في موضوع الزيارة سماحة الشيخ. الحقيقة العادات والتقاليد التي لدى الناس سطحت الكثير من المفاهيم والقيم الإسلامية، فأصبحت تمارس على أنها عادة، ومن أجل أنها عادة تنوعت فيها صور التقصير وأصبحت للمتهاونين أعذار شتى. فهذه القيم وهذه الآداب التي يأمر بها الإسلام والتي أصبحت فيما بعد عادات، نريد أن نسأل عنها فيما يتعلق بموضوع آداب الزيارة. ما هو البعد الأخلاقي في الإسلام لزيارة المريض وما هي فضائله؟ من المعلوم أن من زار مريضا فإنه بزيارته له إن كانت خالصة لوجه الله يتقرب إلى الله ويتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، فهو يؤجر على كل خطوة يخطوها في زيارته المريض يؤجر. وهذا لأن في زيارة المريض تخفيفا له وراحة لنفسه، فالمريض إن شعر بأن من حوله يهتمون به ويأتون إليه لا ريب أنه يشعر بأنهم يخففون عنه، يخففون معاناته بهذه الزيارة. أما إن نسوه وأهملوه ولم يعاوده أحد فذلك مما يؤدي إلى ضيق صدره وضيق سعة الدنيا عليه، حيث يرى أن الدنيا بأسرها تضيق به بترك الأحبة والأهل له وعدم زيارتهم إياه وعدم اعتنائهم به. نعم جميل. وبالنسبة للفضائل والأجور التي تحصل عليها الزائر؟ قلنا بأن كل خطوة هي حسنة من الحسنات. نعم. يكتب الله تعالى بها أجرا له. جميل. طيب نستقبل الآن المكالمة الدكتور وليد الندابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد كيف حالك؟ طيب الحمد لله. برضه شيخ كيف حالك؟ عافاك الله. الحمد لله دكتور، عافاك الله. يا أهلا وسهلا. تفضل دكتور. عندي ملاحظة حقيقة، وأتمنى سماحة الشيخ يعطينا نصيحته في هذه الملاحظات. نعم تفضل. من الناحية الفقهية، فكما هو معلوم أن بعض المستشفيات تعتمد إجراءات وسياسات. نعم. هذه السياسات تهدف إلى تنظيم أوقات الزيارة وتهدف إلى تنظيم الأطعمة والأدوية المسموح لإدخال هذا المستشفى. نعم. وكذلك عدد المقيمين المسموح بهم مع المريض بحسب كل تخصص، بحيث أن هناك عدد من الساعات يسمح فيها بزيارة المريض، وهناك بعض الأطعمة لا يسمح بإدخال هذا المستشفى، وكذلك الأدوية، وكذلك يعني بعض المقيمين لا يسمح لهم، بعض المرضى لا يسمح بوجود مقيم معهم. نعم. ومن هذه الإجراءات أيضا ضرورة وضع أو لبس قفازات والكمامات، واحيانا ايضا يضطرون الى لبس نوع خاص من اللباس حتى يقي المرضى من تعرضهم للعدوى من اولئك الزوار. نعم. وكما نعلم فقد وضعت هذه الاجراءات والسياسات بناء على دراسات عالميه. نعم. اكدت على اهميه اتباع هذه السياسات حفاظا على صحه المريض. نعم. والتقليل من فرصه اصابته بالعدوى او تاثر جسمه سلبا بنوع معين من الاكل او الاطعمه. نعم. فمثلا في إدخال بعض البقوليات إلى نوع خاص من المرضى قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا قد تنتهي بالوفاة في حالة عدم التدخل السريع من الكادر الطبي. نعم. لكن المشاهد أن بعض الزوار لا يلتزمون بهذه الإجراءات الطبية. نعم. وسواء نسيانا وجهلا أو تجاهلا وتناسيا. نعم. فما نصيحة سماحة الشيخ مثل هؤلاء، وما هي النظرة الشرعية لمثل هذه المخالفات؟ جميل جميل جدا، أسئلة مهمة. شكرا جزيلا دكتور وليد الندابي. شكرا جزيلا. الأخ سيف الوهيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سيف كيف حالكم؟ عافاك الله. في الحقيقة لدي سؤالان. السؤال الأول يختص بالحكمة من طلب الزائر للمريض الدعاء، يعني ما هي رغم أن المريض هو اللي يحتاج للدعاء، فما هي الحكمة من ذلك؟ نعم. السؤال الثاني، الدولة استند أو شرعت بعض التشريعات مثلا في وزارة الصحة لآداب زيارة المريض، منها مثلا تحديد وقت معين لزيارة المريض، أيضا بالنسبة لمنع
إحضار المأكولات أثناء زيارة المريض. لكن البعض بعض الزائرين يخفوا بعض المأكولات الغير مسموح بها يعني بداخل ملابسهم خوفا من رؤيتها من قبل البوابة والحارس. فما هي النظرة الشرعية بالفعل هؤلاء الأشخاص؟ مع العلم بأن ليس كل المرضى المرقدون أو المنومون داخل المستشفى يعني ممنوع عنهم الطعام، ولكن هو بصفة مجملة أو بصورة عامة الطعام، إدخال الطعام للمرضى هو ممنوع. فما هي النظرة الشرعية للتصرف هؤلاء؟ نعم جميل، شكرا جزيلا الأخ سيف، بارك الله فيك. الأخ محمد المزروعي. نعم الأخ محمد. نعم معك. تفضل الأخ محمد، تفضل سؤالك الأخ محمد. نعم تفضل اسأل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب الحمد لله، نشكر الله. الله يبارك فيك. عافاك الله، أهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بس عندي ملاحظة يعني بخصوص زيارة المريض. نعم. في بعض الأمراض المستعصية يعني يحرم بعض الأطباء لزيارة بعض المرضى بحيث التسبب لهم بأذى وكذا. نعم. فما أدري إذا كان زيارتهم في هذه الحالة يعني تمنع أو يعني تمنع من الناس الآخرين من زيارتهم إلى منازلهم، يعني بحيث الأطباء قرروا عدم زيارتهم. نعم. وإن كانت هناك من زيارة لهؤلاء المرضى يعني. يعني هل هناك أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الأمر، يعني تخص موضوع زيارة المريض؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لأخ محمد، بارك الله فيك، شكرا لكل المتصلين. الآن نأتي إلى موضوع الحق، زيارة المريض من حقوق المسلم على أخيه. ما مفهوم هذا الحق وإلى أي الأحكام يصنف؟ وهل هو حق متكرر حتى الشفاء أم تجزي فيه مرة واحدة؟ هذا حق واجب، لما كان حقا فهو واجب، فهو يصنف من ضمن الواجبات. نعم. ولكن يختلف هذا الحق باختلاف العلاقة بين المريض والزائر. نعم. فإذا كان الزائر ولدا للمريض فإنه إن لم يكن ملازما له على الأقل لا بد من أن يزوره كل يوم مع الإمكان. نعم. إن كان ذلك مما يتيسر له، وكذلك بالنسبة إلى الجار، إن كان لا يشق على المريض أن يستقبل جاره الزائر فإنه يؤمر أن تكون زيارته متكررة بحيث لا تكون زيارة مرة واحدة بحيث يجعلها بيضة الديك، ولا يعاود بعد ذلك الزيارة مهما كانت حالة المريض في ضعف والاحتياج إلى من يؤنس ومن يقوي الجانب النفسي فيه، هذا لابد من أن يراعى. كذلك قد تكون هناك علاقة قرابة بين المريض والزائر، الرحم هو أولى بأن تكرر زيارته، هذا يعود إلى اعتبار الأعراف من ناحية، ويعود أيضا إلى اعتبار العلاقات من ناحية أخرى ومدى قوتها، ويعود كذلك إلى اعتبار حالة المريض، هل دخول الزائر عليه مما يسليه ويخفف عنه وطأة المرض ويجعل أمله أملا راقيا كبيرا، أو أن المرض يضعفه، أو أن زيارة تضعفه كلما كثر الزائرون من حوله كان ذلك سببا لوهنه وضعفه. هذه الأمور لابد من أن تراعى. نعم. لابد من أن يكون المقياس مقياسا دقيقا لتفصيل ما بين حق وحق، أو تفصيلا ما بين زيارة وزيارة، لأن زيارات بعض الناس يجب أن تتكرر. نعم جميل. طيب بالنسبة للوضع في المستشفيات، طبعا هناك أسئلة للأخ وليد والأخ سيف، دكتور وليد والأخ سيف الوهيبي، ولكن نحن سنعود إليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل الذي ذكروه. الآن نحتاج إلى زيارة المريض خارج في بيته. هناك من يختار أن يزور المريض بعد خروجه من العمل في الساعة 2:30 ظهرا مثلا، أو يأتي إليه بعد العشاء، يختار الأوقات التي يحب هو للتي يحبها المريض. فيما يتعلق بالوقت المناسب لزيارة المريض، ما هي الآداب؟ لا بد من أن يراعى جانب المريض في هذا،
متى فراغه واستطاعته لاستقبال الزوار وعدم الإحراج في زيارته، ومتى يكون الإحراج وتكون زيارته شاق زيارة الزائرين شاقة عليه؟ فعندما تكون زيارة الزائرين شاقة عليه فإن تلك الزيارة تركها خير من الإتيان بها، لأن الإتيان بها يسبب على المريض المشقة. ففي الأوقات التي يشق على المريض أن يستقبل الزوار فيها لا ينبغي أن يزار، وإنما يزار في أوقات الفراغ وأوقات الراحة وأوقات الارتياح، بحيث تكون نفسه مرتاحة قادرة على تفاعل مع الزوار. ما عندما يكون هو بحاجة إلى أن يأخذ قسطا من الراحة أو أن يشتغل بغير استقبال الزوار كاشتغال بعلاج أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يمتنع الزوار في هذا الوقت عن الزيارة. لابد من مراعاة الأوقات المناسبة للمريض سواء كان في البيت أو في المستشفى. أما في المستشفى فقد وقت وقت نعم. معين الزيارة في ذلك الوقت، وأما في البيت فإن الزيارة في البيت يجب أن تكون أيضا يراعى فيها الحالة النفسية للمريض بحيث لا تكون مشقة عليه في استقبال الزائرين. نعم، هذا بالنسبة للوقت. الآن نسأل بالنسبة للمدة. قد يرغب بعض الناس أن يقطع أجزاء من الوقت مع زملائه وأصدقائه إلى وقت طويل، فإذا مرض أحدهم نقلوا الجلسات الخارجية معه إلى فراش مرضه وتطول الأحاديث. هل للمدة أيضا آداب معينة يلتزم بها المسلم في زيارته للمريض؟ من المعلوم أن الزائر عليه أن يكون كالطبيب يرعى حالة المريض وقدرة المريض على أن يظل في تفاعل معه. أما إن رأى من المريض السأم فعليه أن يذهب. أنا بنفسي حدثني أحد من الناس أنه أجرت له عملية منذ وقت طويل خارج السلطنة، وكان أحد إخواني أو أحد أصدقائه هناك فسمع عنه وذهب لزيارته، وأخذ يقص عليه قصصا لا نهاية لها، عرف كيف يبتدئها ولم يعرف كيف ينهيها، وتتسلسل القصص من قصة إلى قصة، وظل عنده 4 ساعات. وكان هذا الرجل أجريت له العملية فأحس بضيق الصدر، وأدى ذلك إلى انتفاقه حتى انفجرت العملية وسال الدم في الفراش. الله المستعان. هكذا شأن الثقلاء الذين يعرفون كيف يثرثرون، يعرفون كيف يبتدئون القصص ولا يعرفون كيف ينهونها. نعم. فمثل هذا زيارته للمريض حرج ومشقة وثقل، ومجالسة الثقيل تمرض صحيح وتزيد المريض مرضا. مثل هذا مما ينبغي الانتباه له، وينبغي بل يجب على الثقلاء أنفسهم أن يتفطنوا لهذا وأن يقللوا من هذا الحديث الثقيل الذي قد لا يلائم جو المرض أو الحالة النفسية للمريض. نعم. هل هو هذا الذي يشير إليه الحديث رحم الله من زار فخف؟ نعم. نعم. طيب لا يأتي الآن الدور بالنسبة لأقاربه لأهله، هل لهم أيضا أن يبينوا هذا للزائر وأن يحددوا وقتا معددا؟ هذا مما ينبغي أن يرأوه، ومما ينبغي أن يخففوا عن مريضهم بتنبيه الزائرين بأن الزيارة يجب أن تكون قصيرة، ولربما في بعض الأحوال يمكن أن تكون الزيارة مجرد إلقاء نظرة على المريض من غير بقاء ومن غير حديث. نعم. نستقبل هذه المكالمات ثم نبدأ بعد ذلك في طرح أسئلة الإخوة الذين سألوا من قبل. الأخ راشد الغداني. نعم. تفضل الأخ راشد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عافاك الله. الحمد لله. نشكر الله. عندي مخالفات. إننا نشاهد الكثير من الناس نعم. لا يحترمون قوانين المستشفيات نعم. ولا يلتزمون بأداب الزيارة نعم. في المستشفيات نعم. فكثيرا ما نرى من لا يبالي براحة المريض نعم. فيحدثون إزعاجا يؤدي إلى إقلاق راحة المريض نعم. وأيضا نرى البعض يعيقون واجبات الممرض والمريض. هناك صوت الأخ مرشد. نعم. هناك صوت يصدر من هاتفك، هل أنت تسجل المكالمة؟ لا. تفضل.
تفضل أخ مرشد. تفضل تفضل نسمع جيدا. ونرى أيضا نرى بعض يعيقون واجبات الممرض نحو المريض. نعم. بعدم التزام بآداب الزيارة وفي جميل. عدم التزام بمواعيد الزيارة. نعم. في أوقاتها المحددة. نعم. وأيضا نرى أن بعض الآباء يأتون بأبنائهم مع العلم بأن ممنوع دخول الأطفال في المستشفى. نعم. وأدي أسئلة سماحة الشيخ، ماذا تنصح هذه البشر الذي يعتقدون أنفسهم في صواب؟ نعم. طيب شكرا جزيلا الأخ مرشد. شكرا بارك الله فيك الأخ سيف العوفي، وأرجو أن تكون باختصار. الأخ سيف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير أخ سيف. الله يمسك بالخير والنور. سماحة الشيخ كيف حالك؟ تفضل أخ سيف. الحمد لله. مساكم طيبين. نحمد الله. بارك الله فيكم. عافاك الله أخ سيف. سؤالي الأول، البعض لديه فضول. نعم. ويسأل المريض عن أسباب مرضه. فهل في ذلك من حرج؟ وهل هذا يعتبر تتبعا لعورات الناس وبالتالي يأثم سائله؟ نعم. سؤالي الثاني، ما هو الأجر الذي يناله الزائر من زيارة المريض؟ وهل يؤجر زيارة المرضى من غير المسلمين؟ وفي الختام أرجو من سماحة الشيخ ذكر بعض الأدعية عند زيارة المريض، سواء كان للمريض أو يسأل الله لكي يجنب الجميع المرض. بحول الله تعالى. شكرا جزيلا لك شيخ. الله يبارك فيك. طيب سماحة الشيخ، بالنسبة لل يعني للزيارات في المستشفى، طبعا ذكر الدكتور وريد الكثير من الصور التي يخالف فيها الناس الأحكام والأسباب والسياسات التي وضعت كتقنين لزيارة المريض في المستشفيات. لنذكر على سبيل الآن موضوع الأطعمة. هناك أطعمة محددة للمريض، ربما يعني هي جاءت نتيجة نصيحة الأطباء، ولكن بعض الناس يرى أن هناك أطعمة شعبية لا بد من إدخالها، فهي أنقع وأنقح في علاج المريض، ومن أجل التحايل يدخلونها خفية. هذا السلوك الذي يقوم به الناس في زيارة في مخالفة هذه السنن أو هذه السياسات والآداب في المستشفيات، ما أحكامها؟ لا ريب أن مخالفة النظام ما دام النظام لمصلحة المريض يعتبر مخالفة شرعية، ما دام هذا النظام لمصلحة المريض. نعم، هناك حالات قد يكون المريض أحيانا يشق عليه أن يتناول الطعام طعام المستشفى لسبب أو لآخر، ويشق عليه أن يأكل من ذلك الطعام ويبقى جائعا إن لم يؤت بغذاء من خارج، غذاء يناسبه. ولكن في هذه الحالة أيضا لا بد من معرفة الرأي الطبي، لئلا يكون ذلك الغذاء الذي تميل إليه نفسه يضر بصحته. فإذا كان هو لا يستطيع أن يتناول طعام المستشفى ويحتاج إلى طعام، ينبغي هنا أن يعرض الأمر على طبيب متخصص وعلى خبير بالأغذية، ويختار له الطعام المناسب الذي تشتهيه نفسه وفي نفس الوقت لا يضر بصحته. نعم. وبالنسبة للبس الكمامات والقفازات وغيرها، لبسها أما استعمال كمامات وسمات ينصح الأطباء، والقفازين مثلا وجميع هذه الأشياء التي تقي المريض أثر العدوى، فإن ذلك من باب الاحتياط لأجل سلامة المريض، وهذا مما يؤمر به وما في بعض الأحوال يجب وفي بعض الأحوال يندب، بحسب ما يكون عليه المريض من حالة من سرعة تأثره بالعدوى أو عدم سرعة تأثره بالعدوى. نعم. هل هناك أحكام سمحت الشيخ خاصة بالمريض بزيارة المريض المصاب بمرض معدي، سواء كان في المستشفيات أو في بيته كما سأل الأخ محمد المزروعي، هل هناك أحكام خاصة؟ نعم، إذا كان المرض مرضا معديا فإنه يجب أن يتقى ما يعدي، ولذلك على الزائر أن يستعمل ما يقيه أثر هذه الأدواء، سواء كان ذلك باستعمال شيء من الأقاقير أو كان ذلك التوقي بواق يمنعه من أثر العدوى. نأخذ سؤالا من الأخ أبو محمد من الموقع، يقول بالنسبة لفترة الجلوس مع المريض والكلام الذي يدور معه، هل يختلف مع نوع المرض وسببه كالحوادث وغيرها، أو أنه مثلا في حادث ومات من معه، هل يخبره أم لا بموت زملائه؟ المريض
ينبغي أن يكون الزائر معه كالطبيب، يتوقع كل ما يزعجه وكل ما يضر به. من المعلوم أنه إن أخبر عن موت زملائي أو عن موت أقربائي أو أي عن أي شيء من هذا القبيل، هذا مما يزيده مرضا ويزيده تأثرا بالمرض، فلا ينبغي ذلك، بل لا يجوز ذلك مع في حالة المعرفة بأن ذلك مما يؤدي إلى زيادة مرضي. وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث، قد تكون هناك أحاديث مسلية للمريض، هذه التي يجب أن تنتقى عندما يتحدث إليه المتحدث، يأتي إليه بالأحاديث المسلية، وقد ينبغي أن يبشره بالصحة بحيث يقول أراك اليوم خيرا منك بالأمس، وهذه من بوادر الصحة لتنشط نفسه وليحس بارتياح وليقاوم أثر المرض عليه بهذا الشعور. يعني للشعور النفسي تأثيرا على الإنسان في مقاومة الأمراض ومقاومة المضار. وأما إن كان بخلاف ذلك بحيث يقول له أراك اليوم في تعب، أو أراك اليوم في عسر وفي شدة وفي كذا، أو يظهر الشفقة عليه بالتباكي ونحو ذلك مما يزعج المريض، فإن هذا مما لا ينبغي أن يكون، وإنما ينبغي أن يحرص على الانبساط في وجهه حتى يريه بأنه مسرور بحاله، وأنه ذلك مما يبشر بمستقبل واعد لصحته وانتهاء مرضه. نعم صحيح. من ضمن الأشياء التي يقوله الناس، يقول ما تهون مسكين، أراك منهلا، وغيرها من هذه الألفاظ التي تكثر حديثا يعني كثيرا في زيارة المرضى. طيب، هناك سماحة الشيخ من يمارس مهنة الطب دون تخصص أو بالوكالة نقول، فإذا زار مريضا استعرض معه جملة من العلاجات ونصحه بها، ولا يفوته أيضا أن ينتقل المستشفى الذي هو فيه أو الطبيب الذي أجرى له العملية حتى يزيده غما، وربما بعضهم يستخدم القياس في مجال الطب فيقيس حالته التي تعرض لها بحالة المريض أو المشابهة التي أصابت صاحبه، فيعطيه نفس الوصفة التي نصحه بها الطبيب. ما رأيكم سماحة الشيخ في مثل هذا التصرف؟ إذا كان الإنسان يمنع أن يفسر الرؤيا بغير علم، على ذلك من التقول على الله بغير علم، فلا ريب أن اقتحامه جانب الطب وهو لا يعرف من الطب شيئا يعد ذلك من باب الإضرار بالمريض، إذا لعله من خلال الوصفات التي يقدمها له يضر بصحته أكثر مما ينفعها، ويؤدي ذلك يكون حتى إلى موت المريض إن كان العلاج غير نافع له عندما يضره العلاج. كم من أناس سمعنا هكذا، بلغنا في حال من الأحوال دخل شخص، وهذه حالة طلعت عليها بنفسي، دخل شخص على مريض يعني مصابا بالفالج يعني بهذا الداء الشلل، ولما دخل عليه قال له في المستشفى، وقال له إن هذه الحالة تضره ولا ينبغي هكذا، وينبغي الخروج، ولا بد من أن تكون في مكان لا يدخله أحد وفي مكان مغلق وتقرب حولك النار وإلى آخره. يعني أخرج المستشفى بهذه النصيحة، أخرج المريض بهذه النصيحة من المستشفى، وحمله أهله إلى البيت واتخذوا هذه الوسائل، والمريض يعاني أيضا من ضغط الدم، فارتفع الضغط عنده إلى حد بعيد، ولما أحسوا بتعبه حملوه إلى المستشفى، في الطريق مات. سبحان. فمثل هذا يعتبر متسببا في موت المريض، الوصف الذي هو خارج، لأن المريض قد تكون هناك حالات يحتاج فيها إلى مراعاة الجوانب، قد يجتمع فيه أكثر من مرض،
وعلاج هذا المرض يضر بذلك المرض، فلا بد من الموازنة الدقيقة في العلاج ما بين ما يحتاج إليه هذا المرض من العلاج وما يحتاج إليه المرض الآخر من توقي أثر هذا العلاج. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الآن نتحدث فيما يتعلق بالدعاء للمريض، طبعا سؤال أخ سيف الوهيبي أيضا وسيف العوفي، فيما يتعلق بالدعاء للمريض هل له آداب معينة وهل هناك سنة متبعة مع ذكر بعض الأمثلة كما يقول الأخ سيف؟ على أي حال الدعاء كما جاء في الآثار، اللهم رب العرش العظيم اشفي عبدك هذا وعافه عافية لا تدع مرضا، اللهم عافه واشفه شفاء لا يغادر سقما ولا بلوى، وامثال هذه الأدعية، هذه أدعية مستجابة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب سماحة الشيخ، فيما يتعلق بتذكير المريض ووعظه، هل يدخل في الآداب تذكيره بما بعد الموت ومشاهد الحساب والآخرة في وقت يؤمل فيه أن يمرض أن يشفى من مرضه؟ لأن البعض قد يقول من باب حسن النية أن الله تعالى عد للمؤمنين في الجنات نعيما كبيرا لا يمرضون فيه ولا يسقمون، وهذه الحياة ثانية وهذه الأرواح تنتقل إلى بارئها باستمرار، فيفهم المريض من كلامه أن هذا إشارة إلى أنه سيموت بعد هذا المرض، وطبعا كلنا يكره الموت كما تقول عائشة رضي الله عنها. هل يعني لقضية التذكير قضية النصح التذكير آداب؟ يكون بأدب، كأن يذكره بالوصية ويقول إن الوصية لا تقصر عمرا وإنما قد تزيد في بركات الأعمار. نعم، يذكره بالوصية ويذكره بالتخلص من التبعات. جميل. طيب سمحة الشيخ، هذه بعض أظن أن الإخوة الأخ سيف يقول، طبعا سؤاله ربما سيأتي تذكيرا في نهاية هذه الحلقة، ما هو الأجر الذي يناله الزائر من زيارة المريض؟ ربما تذكيرا إن شاء الله، أنتم تحدثتم عن هذا. نعم، ما هو الأجر مرة أخرى من باب التذكير فقط؟ الأجر أجر عظيم، وإنما على الإنسان أن يعمل من غير أن يقدر الأجر ما هو، لأن الأجر أعظم من أن يتصوره الإنسان، من أعظم من أن يتصوره العامل، فليعمل لوجه الله، والله سبحانه وتعالى لا ينساه بل يضاعف له الأجر في الدنيا وفي الآخرة. نعم. طيب سماحة الشيخ، فيما يتعلق بالأرحام، أنتم ذكرتم في البداية أن زيارة الأرحام تتأكد بالنسبة لبعضهم البعض، زيارة الأرحام في فترة المرض نقول نخصصها الآن، هل يطالب الإنسان أن يبلغ أرحامه وأن يخبرهم بأن مثلا أحد أقاربه أو أباه أو شيء في مرض؟ نعم، هذا مما ينبغي أن يذكروا به لأجل الزيارة، لأن الزيارة تذهب الوحشة بينهم وتوجد الأنس وتقوي العلاقات. نعم. الآن تكلمنا فيما يتعلق بزيارة المريض وآدابها، لكن ماذا يعني فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي بالنسبة للمجتمع وللأقارب والأرحام مع المريض، ما هي المقدمة، ما هي المعونات التي ينبغي عليهم أن يقدموها له، خاصة إذا كان محتاجا إلى علاج، محتاجا إلى مساعدة، أو بالنسبة لكفالة أسرته وغيرها من الأشياء؟ نعم، المريض إن كان محتاجا فإن أرحامه وقرابته عليهم أن يفعلوا ما يقدرون عليه في سد حاجته، سواء كانت حاجته للعلاج أو كانت حاجته لكفالة أسرته والقيام بمتطلبات حياتها، فإن ذلك من القربات إلى الله بل من الحقوق الواجبة، وهذا مما يدخل في إيتاء المال ذوي القربى، وآتى المال على حبه ذوي القربى، لأن إيتاء المال لذوي القربى إنه تراعى الظروف التي يحتاجون فيها إلى المال، فعندما يكون القريب أحوج إلى المال ففي هذه الحالة يتأكد بذل المال له لسد حاجته. نعم. طيب عندنا سؤال من الموقع، الأخ ماجد الناعبي يقول سماحة الشيخ، كيف يشعر الإنسان ويستشعر نعمة الصحة وهو متوجه لمجالسة أو لزيارة المريض ويعتبر بالمرضى الذين حوله؟ نعم، عليه أن يوازن ما بين ما هو فيه وعليه من الصحة والراحة
وما بين ما يعانيه المريض من السقم والتعب، وليقدر أن نفسه في مكان المريض كيف كان سيشعر، فليحمد الله على هذه النعمة التي آتاه الله تعالى إياها، وليسأل الله عز وجل أن يوفقه لشكرها. نعم. هل زيارة المريض سماحة الشيخ يجوز أن نقول يجوز، يعني نقول يعني يكتفي البعض بوسائل الاتصال الحديثة في زيارة المريض، فيكتفي باتصال أو برسالة يبعثها، هل هناك تأكيد على موضوع على ضرورة حضوره مثلا بنفسه؟ تختلف الأحوال، أما من كان حاضرا في البلد وبإمكانه أن يحضر وليست هناك مشقة على المريض في حضوره وإتيانه إليه فإن هذا لا يكفي. أما إذا كان غائبا عن البلد بحيث يكون بعيدا فبإمكانه أن يتصل وبإمكانه أن يرسل رسالة وبإمكانه أيضا أن يبلغ سلامه أحدا من الناس، أي أن يتصل بأحد من الناس ممن يزورون المريض أو من قرابة المريض يبلغ المريض سلامه وليسأل عن المريض. وقد يكون ذلك حتى بالنسبة إلى الموجود في البلد، عندما يكون الدخول على المريض فيه مشقة وأسر عندما تخشى عليه العدوى من الداخلين أو يخشى عليه التأثير من الداخلين أو يكون في حالة ضيق عندما يدخل عليه الداخلون، في هذه الحالة لا حرج في السؤال عن بواسطة الاتصال أو عبر الرسائل التي ترسل الآن من خلال الهاتف أو نحو ذلك. نأتي أيضا سماحة الشيخ إلى موضوع الهدية، هل هناك آداب تتعلق بالهدية؟ هل زيارة المريض فقط يعني بدون أن يكون هناك شيء معه مثلا؟ ما هذا موضوع الهدايا خاصة بالنسبة للأطفال؟ نعم، إذا كانت هناك إذا كانت الهدية تروح عن المريض كالطفل عندما يزار وتقدم إليه هدية فإن ذلك مما يروح عنه إن كان في حالة وعي بإمكانه أن يتفاعل مع الأحوال التي تكون من حوله. وكذلك غير المريض إن كان محتاجا وأتاه بهدية تسد شيئا من حاجته فذلك مما يضاعف الأجر له وينفس عن المريض كربته. في سؤال الأخ سيف العوفي يسأل عن، يقول لدى الناس بعض الفضول فيسأل عن سبب مرضه، هل التباحث معه في أسباب مرضه أيضا؟ الأحوال تختلف والأحكام تبنى على ذلك، فإن كان في هذا مشقة وأسر وإحراج للمريض فإن أي شيء مما يؤدي إلى إزعاج المريض يجب أن يتفادى. أما إن كان السؤال هذا مما يروح عن نفس المريض ويدل على اهتمام الزائر وعنايته بأمره ففي هذه الحالة لا يعد في هذا السؤال أي حرج. الأخ سليم من الجزائر يقول عند زيارتي لمريض عاص ما الذي أدعوه له؟ هو هل يجوز لي أن أقول له بأن مرضك هذا سيرفع عنك الذنوب كثيرا؟ أما إذا كان مصرا ومرتكبا للكبائر فلا يقال له ذلك، الإصرار على الكبائر بطبيعة الحال أمر فيه خطورة. وأما بالنسبة إلى العاصي، مطلق العاصي الدعاء له بالهداية والرجوع إلى الله وبالتوفيق للتخلص والتنصل من التبعات لا حرج فيها، وكذلك الدعاء له بالشفاء إن كان ذلك من أجل أن يرعوي ويتراجع ويدكر ويذكر نعمة الله تعالى عليه. في دقيقة سماحة الشيخ، بالنسبة لزيارة الوالدين أثناء المرض هل تتأكد كثيرا لها خصوصيات؟ لأن بعض الإخوة حكى لي أنهم شاهدوا آباء وأمهات في المستشفيات ولا يزورهم أبنائهم إلا قليلا. هؤلاء يعاقون، وإلا ما كان للولد إلا أن يسارع إلى زيارة أبويه عندما يتسنى له ذلك، وما كان له أن يتباطأ في هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ على هذا العطاء والتفصيل في هذا الموضوع الطيب، شكرا لكم جزيلا. وكما استمعتم تناولنا الكثير مما يتعلق بآداب المريض، ونظن أننا استوعبنا
معظم تفصيلاتها، إلا إذا كانت هناك تفصيلات أخرى يمكن أن تسألوا عنها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى لنتناول موضوعا آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.